بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نشرح في المحاضرة دي فاميلي سيلازيدي. فاميلي سيلازيدي بتشمل جينس هو سيلازيا. سيلازيا بتسمى بدودة العين، سواء سيلازيا الكريمال اللي بتصيب الإكوينز دودة العين في الفصيلة الخيلية، أو سيلازيا روتسي بتصيب الرومينانت. الهبتات بتعيش في اللاكريمال داكت والكونجنكتيفال ساكس، بتنقلها الماسكا سبيشيز. المورفولوجي ديدان ميلكي وايت ان كلر، ما بين سنتي ل 2 سنتي. الكوتيكل ويست ترانسفيرس ستريشن، والبوستيريال اند اوف ميل بيحتوي على بري وبوست ان البابلي وان ايكوال اس بي كيو. زي ما احنا شايفين ادي ميلك وايت كلر وور، ما بين سنتي ل 2 سنتي، تعيش في الكونجنكتيفال ساكس و اللاكريمال داكت زي ما احنا شايفين في الآية اهو، ديزاين صغيرة خالص في العين، سواء تبقى موجودة في الرومان، تبقى موجودة في الكارنيفورز، تبقى موجودة في الكات والدوج، وتبقى موجودة في الإكوينز اهو زي ما احنا شايفين، ديزاين صغير، لأن هناخد بعد كده الفيراري روم بتكون اصغر من اكبر من كده، دي ما بين سنتي ل 2 سنتي. اللايف سايكل اوف سيلازيا زي ما قلنا ان هي بتعيش في اللاكريمال داكت او الكونجنكتيفال ساكس، تعمل لينج اللارفا. اللارفا بتبقى موجوده في السكريشن اوف ذا اي، فتيجي الماسكة عايزة تتغذى على السكريشن اوف زاي، فبتاخد الفيرست ستيج لارفا، فتنمو في الانترميديت هوست وهو الماسكة من فيرست ستيج الى سكند سيرد ستيج لارفا في الاوفاريان فوليكلز. وبعد ما تنمو من سيرد ستيج لارفا يحصل مولتنج للسيرد ستيج لارفا. السيرد ستيج لارفا بتعمل مايجريشن لتصل الى الماوس بارت اوف ذا ماسكة، بتيجي بتتنقل من الاوفاريان فوليكل بعد ما حصل نمو ليها وانسلاخ، وصلت للانفكتيف سيرد ستيج لاربا او فلوريفورم لاربا، بتروح ناحية الماوس بارت عشان تأدي حيوان تاني. معنى ان هي تيجي الادلت ماسكة دي اللي هي بتحتوي على الانفكتيف سيرد ستيج لاربا في الماوس بارت، تيجي توقف على عين حيوان تاني، فتعمل ديبوزيشن للسيرد ستيج لارفا في العين بتاعة الحيوان ده، وتنمو الى أضل خلال 7 دقايق. زي ما احنا شايفين اهو ان الأضل ميل وفي ميل بيعيشوا في الكونجنكتيفا او اللاكريمال داكت، تعمل لينج للاربا، تيجي الدبانة اهي وقفت على العين الهاي اوف ذا انيمال، سواء الرومنانت او الكوينز او البيت انيمالز. هتيجي توقف تاخد مع السكريشن اللي هي بتتغذى عليه، تاخد الفيرست ستيج لارفا. الفيرست ستيج لارفا وصلت ل الانترميديت هوست وهو الماسكا، بتعمل ميجريشن لتصل الى الاوفاريوم فوليكلز، وتنمو جوه الانترميديت هوست وهو الماسكا من فيرست ستيج لارفا لسيرست ستيج لارفا. مجرد ما تكون السيرست ستيج لارفا بتعمل ميجريشن لتصل الماوس بارت، تيجي توقف على عين حيوان تاني، فتعمل ديبوزيشن للسيرست ستيج لارفا ويصاب، وتنمو الى ادلت في الكونجنكتيفا او اللاكريمال داكت، وتكمل اللايف سايكل. طبعا الباثوجينيزيس نتيجة سريت الكيوتيكلز، زي ما قلنا الكيوتيكلز اوف سيلازيا لاكريماليس او سيلازيا روديسي ان هو كونتينج ترانسفيرس ستريشن، فبيبقى سريت، فيعمل اريتيشن نتيجة الاكتيف موفمنت في العين، فبيسبب كيراتايتس وفسلمايتس وكونجنكتيفايتس وكونجيشن في الكورنيا. وطبعا لو كانت هيفي انفكشن بتأثر على الكورنيا وتبقى كلاودي وبتعمل لاكريميشن، والأفكت ده بتبقى سويلين وكفرد ويز اكزوديت او الباس. في الاخر لو اتركت بدون علاج بتصل الالسر اوف ذا كورنيا وبروتروجن اوف ذا كونتنت اوف ذا انتيريور شامبر. اهي زي ما احنا شايفين ديدان صغيرة خالص من 1 ل 2 سنتي في الكونجنكتيفا، اهي واضح خالص سواء في البيت انيمال او
الإيكوين. الدياجنوزس طبعا بشخص عن طريق ان انا بلاقي الادلت في الكونجنكتيف او اللاكريمال داك، او ممكن الاقي الفيرست ستيج لارفا في السكريشن اوف ذا اي. طبعا التريتمنت ده يسائل كربميزان، ممكن استخدم ليفرمكتين و البيبرزين سترات مع، واحيانا بيدي ندي مخدر موضعي في العين ونعمل ريموفال مانوال ريموفال للادلت وورم من العين نفسها. هذا وبالله التوفيق، وشكرا.